الشهيد المقدم الركن صالح شويعر الشمري. وفي البالي حارات الزرقاء، العسكر الرفاق إبان التحاقه بالقوات المسلحة، حكايات السمار، والبيت العتيق الذي بناه الفتى الشمري الأسمر من حجارة جماعين الفلسطينية. قتال شرس في حرب حزيران عام 1967، خاضه الجيش العربي الأردني بعزيمة وإيمان. جيش يعرف معنى التقدم والتضحيات الجسام. في وادي التفاح غرب نابلس كانت أول الحكاية وآخر النبض، وبقي قائد كتيبة الدبابات الثانية الملكية المقدم الركن صالح شويعر الشمري يقارع العدو بآخر دبابة بقيت لديه، ويصر على كبح جماح العدو لأنه أيقونة الفداء ورمزية الصمود الأسطوري. سطر ورفاقه ملحمة قل مثيلها في التاريخ العسكري، وهم بضعة رجال في أشرس معركة يواجهون لواء دبابات وسربا من الطائرات. معركة شرسة استمرت 3 ساعات، وظل ورفاقه بالمرصاد يتناوبون الرمي والمراقبة والتسديد، ويبث في جنوده المعنويات وإرادة الصمود والقتال. في 8 حزيران كانت الواقعة. استدارت دبابات العدو من الخلف، ليتفاجأ الشهيد صالح ورفاقه بها رافضاً الاستسلام، وأغارت الطائرة عليهم في موجة ساخطة أسقطت عليهم النابالم، فاحترقت دبابتهم وهم بداخلها، وفاضت أرواحهم إلى عليين. لقبه النابلسيون أبو هاشم أو أبو علي، وبنوا له ورفاقه صرحا تذكاريا مهيبا افتتح رسميا عام 1987 تخليدا لبطولتهم النادرة، وليظلوا على الدوام شموعا تضيء الحكاية.